مما يحكى أن فلاحاً فقيراً سافر من قريته إلى المدينة ليبيع الزبد الذي تصنعه زوجته، وكانت كل قطعة منه تساوي كيلو جراماً واحداً. باع الفلاح الزبد للبقال واشترى منه ما يحتاجه من سكر وزيت وشاي، ثم عاد إلى قريته. أما البقال فبدأ يرص الزبد في ثلاجته، فخطر بباله أن يزن قطع، وإذا به يكتشف أنها تزن 900 جراما فقط، ووزن الثانية فوجدها مثلها، وكذلك كل الزبد الذي أحضره الفلاح. وفي الأسبوع التالي حضر الفلاح كالمعتاد ليبيع الزبد، فاستقبله البقال بصوت عال وقال له: أنا لن أتعامل معك مرة أخرى، فأنت رجل غشاش، فكل قطع الزبد التي ابتعتها منك تزن 900 جراما فقط، وأنت حاسبتني على كيلو جرام كامل. هز الفلاح رأسه بأسى وقال: لا تسيء الظن بي يا سيدي، فنحن أناس فقراء ولا نمتلك وزن الكيلو جرام، فأنا عندما آخذ منك كيلو السكر أضعه على كفة وأزن الزبد في الكفة الأخرى. نعم، كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. وفي الأثر: البر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا يموت، فكن كما شئت كما تدين تدان.